بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، حمى الله والدك يا حبيب شيخ. مبسوط شكلك؟ انا عندك مبسوط. مبسوط على الخصم، انا مبسوط جدا. مبسوط ها؟ انا وذهنك. بس الخصم علي. صد انا مبسوط. بس قهر. ليش 2000؟ ليش؟ شوي شوي. أربعة أنت وهذا ستة. أنت ستة. مبروك أنت أربعة. أربعة إيش؟ و 4000. أعلان. وأنت 2000، أبو سلطان ممنوع ضرب اليد. ما ضربت شيء. شيء. خلاص هذا ان شاء الله نشتغل تحت الضغط. احب سلامت اسلم شيء. مرحبا ان شاء الله. الله يطول راحه راحه ان شاء الله. امبارح قاهرني سحب مايكي وغابني. انا ما اعطيك الله مدلع. الله يلومك. الله يهديك يا عبد الله. الله يصلح قلبك يا عبد الله. لو انه يسوي استبعاد والله ما تضر. احترم تقدر البسنا البسنا المشكله كل ابوها من هذا. شوف هذا راعي المشاكل. هذا راعي المشاكل اللي بيسوي احتفاليه. تعال لا وخذ وخذ النقطه. ما تحمل شيء. اخ 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 انت واقف يا محمد تقدم حلو ما اخذ لي نص المكان. طبيعي اني بمشي. لا 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 تعال 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 والله عبد الله والله العظيم من طبيعي اني بمشي. خلاص طبيعي صحتي وقف على ذنك الحين. رجال واقفين هنا قدام دقيقه. قل لا لو ارجع البيت كامل لو ارجع البيت يعني بمشي 4 عيال مره بنفس الممر. خلي اتكلم مو بس قدامنا طاوله. قدامنا طاوله يعني المسافه نص متر صح ولا لا؟ انت عندك خد واسع 20 متر خد ما رحت منك. جيت بيني وبين الرجال ذا وبين الحلا وبين الرجال وبين الطاوله. نعم مخطئ اعترف بخطأ. شوف شوف الفتنه ترى مدنيه. انا اتكلم مع موضوع جد ما احب الطق. لا لا انت دعوت اولا. شوف في مليون حركه تقدر تقول عبد الله قاعدين نتكلم. تقدر تقول عبد الله دقيقه. انت ما قلت سلام عليكم حتى. بس على طول تعلمنا تشوف علينا قال كذا. حتى اني اخذت نعم ترى والله كلنا اخذناه مو خاص موجود قدر الله. اي عادي بس لا لا بس تبي الصدق؟ لا والله ابشر بلا والله ما ادري والله ما ادري. تبي الصدق؟ ابو مساعد والله ما ادري خاطري. اسمع تبي الصدق؟ تبي الصدق؟ والله العظيم تبي الصدق؟ ها؟ انها 4000 شوي مفروض عليك 8 قلة ادب. ابو سلطان سعيد الله اكبر. انا عادي انا ما بي شيء بخاطر علي والله ما شفت خاطر والله العظيم اني ما بي بخاطرك علي ولا نكتب على الخشب عليها والله ما بي خاطر حلف الله العظيم والله ما بي خاطر شيء. اسمع انبسط انبسط. كم لقى كم اخذت انت؟ 2000 حرام اقسم بالله اكثر. انا لو حط علي 10 انا ايش قهرني قال له 1000 شلبث جولي ولا احنا نخصم منه. انا يوم قال عبد الله حربي قمت قلت بس شو مصيب اللي مسوي اقعد افكر افكر قلت اكيد انه ايش تحت قلبه. بعلمكم بشعور اقسم برب البيت اللي حسيت خصم علي وفتح اللي خلقني وخلقك خصم علي وكان يزود اقسم برب البيت. يطيب راسي يوم قال مناحي تدري وش انت اسمع انت ضك تبتسم انت ضك تضحك بس راس كل عضو باذن الله تبدعون وان شاء الله باذن الله ما تنام باذن الله. وامنا فيكم باذن الله يا ابو مساعد انه على ما قال يا رب يطول عمركم الجميع. اشوى ان شو اسمه اشوى ان ذا والله حزن راح انت ابو مساعد عليش حط العلومه حجر هو النظام اللي يشوف مش ما يشوف الحركات تكفى عبد الله. انا بسيط ما مشى عبد ما ظهرت من قبل لكن الله ما مشى عبد الخاص. وش كانكم جيت اسلم عليه انا فين طالع؟ رحت اطلب شنو شوفه يسحب مايك مره ثانيه خلاص ما عاد ما عاد فيه ما عاد فيه الغاها 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 مره خلصت. السلام عليكم ارحب يا رجال توكم الحين ما خلصتوا؟ لا يا اخي هذا انتم تجودون ما تنقصون يا ولد. لا جاب سلطان خبل والله ريال ابو سلطان محدد
انت وكم خلصت؟ والله من دبت تنسبدي اقسم بالله، والله من دبت تنسبدي، والله من دبت تنسبدي رب البيت. كيف يا اخي؟ ما شوف انا من الناس اللي ما داني اتسبب على احد بشيء من طرفي انا اقسم بالله. طيب بسك سؤال ورد لي عليه. ضيق خي ضيق. طيب بسك سؤال، هل انت يا عبد الله انك بالعاني فيهم؟ شوف شوف انا بقول لك اسمع، انا مشيتي حلو والله العظيم ان ما فيها شيء، ولو ترجع لبت مليون واحد مر او ثلاث مليون واحد مر ما انت مقصودها، بس ما اداني انه يجي على خويي شيء اكون انا فهمت عرفتي اللي يكون بسبتي انا. والله اني ما احب اقسم بالله. طيب قول لا اله الا الله صل انا والله اني اتضايق اذا جاء على خويي خصم بسبه شيء سواه هو. طيب مو انا اللي دخل فيه، بس فما بالك لو انا اللي دخل فيه. هذه عبد الله والله اني ما احب. قول لا اله الا عبد الله صل على النبي صلى الله يسلم عليه. هل انت بالعاني فيها؟ ماني انا اقول لك مو متعمد. هل انت متعمد؟ خلاص ما انت متعمد خلاص، هذا يكفيك كقناعه لك. ما انت متعمد خلاص. اي بس 4000 ترى ما هي شويه 4000 والله العظيم. صل على النبي صل على النبي والله العظيم انه لو ما مشى اني اقول ابو سلطان قسمها بيني وبينك. شوف هي شوف انا بقول لك هو في مليون حركه تقدر توخر تقول له كذا فهمت، بس انا عرفت اللي مشيت ما انتبهت والله اني ماني مركز. طيب اسمع عرفت ادري واثق فيك والله مو بسمع لله الباقي اني ما انتبه الان ومن صل على النبي ومحمد بن مساعد اسمع ومحمد بن مساعد اخ غالي انا عارف والله ما جاب بيت لكن هي يعجب ما جاب خاطري وبخاطر شيء والله ما جاب خاطري وبخاطر شيء وبالعكس عادي فهمت، بس عرفت اللي شيء يا اخي انا ما احبه انا ما انا مرضى على نفسي مو ارضى على واحد. بعدين يسالوني ليش ما ترد؟ انا ما اقدر انا كيف ارد؟ صادق بس برد على سؤالك لك مخطي ها يا نرى المشاكل انت ممكن ترد لي صح؟ انا ما اقدر ارد عليه انا في شيء انتم تقدرونه انا ما اقدر. والله من دبت تنسبت اقسم برب البيت ثم اقسم برب البيت هم يتكلم علي عاينه كذا يخصم علي اقسم بالله اني مفتخر اقسم برب اقسم برب البيت اني مفتخر. لين تصح خطاك مره ثانيه؟ ما شوف هي هي على الخطا كيف؟ شوف انا يمني اقول ميدك ليش ما رديت؟ انا ما اقدر ارد. حلو انت ممكن ترد على ابوك؟ ما رد على ابوك يا اخي يا اخي. شوف انا اشوف انها حركه عاديه ما قال رد يا مناحي قلت ما اقدر ارد انا ما اقدر ايش اسمه تاكد من ناحي تدخل داخل ناحي انا بيجي بيجي شوف بيجي. انا اشوف انها حركه بيجي. عاديه شوف انا بعلمك انا اشوف انها حركه عاديه ما تسهل انها خصم يعني طيب عادي طيب صل على النبي الرجال يمون وامون عليه يعني ليش خصم 4000 طيب صل على النبي مو قصه انه ايش اسمه مو قصه انه يعني يستاهل عاديه يعني بيننا وميانه وطقطقه طيب صل على النبي انا ما يقهرني طيب الا الله انت ايش يقهرني اللي يشوف المقطع ويقص الشيء اللي يبيه ويقعد يجيش الناس ضد الشخص اقسم بالله العظيم انا لو اعطس قال اوه عبد الحربي يعطس عفوا لو اتنفس يقول اوه عبد الحربي يتنفس فلان احق له بالاكسجين اوه ارفعوا هاشتاق عبد منبي طيب عاد اشياء عاديه رياليتي طيب انت قاعد تعيش حياه واقعيه هنا طيب يعني طبيعي الاشياء هذه بتصير قول لا اله الا الله والله من دبت دقيقه بسك سؤال هل انت يا عبد الله الحربي انك بالعاني هل انت متعمد بالعاني وش يعني بالعاني يعني مقتنع ما تم مقتنع مقتنع بوش بالخصم لا والله ما تم مقتنع بيض الله وجهك خلاص اذا ما تم مقتنع يعني انت تدري بذي الحركات اللي بالامور ذي كلها ما تدري يا عبد الله طيب محمد مساعد جاء في خاطره انت اخوان قبلنا قبل كل شيء هو ما جاب خاطره والرجال ما بيني وبينه شيء بالعكس حتى انا انصدمت المقطع اصلا يوم قال محمد الدعاني يطلع المقطع اللي انا امر أمداه هذا اللي دقيقة والله ولا فكرنا فيه حتى يعني الأشياء اللي بتكلم فيها أبو سلطان يوم جاء نعرف وش عارفين كل واحد عرف خطأه وش فلان مسوي كذا فلان مسوي كذا فلان مسوي كذا الحمد لله دعاني استغربت قلت هذا وش مسوي الله يسر إلا مقطع وأنا أمر أنا أقول لك أنا ليش اللي زعلتني أنا ما أحب أكون سبب في خصم شخص فهمت ما تتعمد يا عبد الله قول لا إله إلا الله هل أنت متعمد عبد الله انت ما تدري انت تمشي خلاص بس يا اخي محمد مساعد الحركه ما تسال خصم يعني صارت وانت ليش اخصم ليه بس لا في الارض شلها انا مال الشحن يا عيال ملي حاط الضوء شل بالماء بارد 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 يا اخي طيب اخر يا رجال حراره النار في القلب ما هي في ذا شوف وش المشكله طيب ملي حاط في الارض لا تحطها في الارض بس لا تحطها على العش ما جاها شيء يعني اختبيت منكم يعني يوم اللاك سويتوا كذا سلطان انت مروق جدا جدا انت مروق خلاص يا شيخ خف علينا يا شيخ اقعد هنا والله قلبك باقي ما يناديني شيخ الا حشر لو اني هيك حشيه تعيس
على يده بس يلا يا كابتن يلا الهمام بسمة الله اني ما الهمام يا شباب والله اني ما اداني اتسبب شف قل له الله هم الرجال يضيق خاطر بعتك والله على والله اني ما اداني اتسبب اسمع 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 انا ما اداني انا ما اداني واحد من اخوياي ينخصم عليه بسبب شيء هو سواه انخصم ولا ما انخصم من اخوك وسع خاطرك خذ خاطرك وسع من الدهناء اللي بيجيك تقبله وارتح احتجاجك دائما على الله الله ارتح احتجاجك حلاق معكم اليوم كله شعر دقن اللي تبونه حاضر به تحت حسابكم مره وجهك طال عمرك اهم شيء يا ابو عواد الله يطول عمرك سم الكرسي يا اخوان الكرسي الاغراض الشيخ القديم الله يعطيك كيف الحال؟ شكرا هذا الشيخ جيب اي شيخ جيب انا حلق مجاني ها؟ ما في مشكلة اي بعدي هو مو حق ذي جابر يا جماعة يلا اول واحد تحلقني انا انت ايش عندك؟ انا شنبك حبيبي انا اللي اسبب زحمة على الحلاق ولا في شنو؟ جابر المفروض تواضع تعال تعال شوف انا العمدة العمدة اقول خف عمدة خلاص يا شكرا لك فيصل في واحد يعني انا اختلفت انا صراحه اليوم بالرخص ما هي رجيل مع اني بعدين استنست في البداية ارتعت وضجت وتالي استانست قسما بجلال الله ان تكون سنة الخصم علي ها؟ قسم بالله اني ارتعت والله الذي لا اله الا هو سنة خصم من علي انا اذا الحين انا مبسوط بس يوم اعلن هذا بعد ابراهيم يا ابراهيم ابو ابراهيم ابراهيم ثلاثة لا اليوم على حساب الشيخ العمدة 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 عليك يسلم عمده وعلى ولا تركبون الجاد ناحي عبد الله تدري عاد تدري عاد وش اللي يقدر محموم من بعد محموم حموم وش من اي بيني حموم خصم بسم الله عليك شوف انا عندي قاعده وقلتها للعيال شوف حلنا حلاق طايق هنا محل ايش تبغى المحل هنا افتح الباب اللهم صل على محمد أنت. ايش انت كلنا ولا انت قسم هاي ابو فهد ابو فهد كلنا هنا ابو مساعد كلهم مقسمين ابو مساعد ايش انا قد نصبتك مستشار قد نصبتك ولا مستشار افتح ابو فهد بس 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 استنى اسحب اسحب وين حطه؟ شيل ابوه راح اثنين ثلاثة روح شيل شيل جابر شيل ابشروها بالترتيب أول أنت نحط له أول شيء حاشية العمدة ها والله ما حسيت قدام الملعب وين حد ما عليه ما عليه بنسولها بنشوف شو الطريق وين تبغى هنا؟ قدام 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 هنا؟ قدام هنا؟ إي انتبه حط حط اوه فطر ارفع عليه ارفع بيجيب لها ليه ورقه ارفع ارفع ولد ارفع لا لا ارفع اول من هذه ثلاثه لك ثلاثه قلت لي بالظهر اليوم كيف ثلاثه ايش ها ثلاثة ايش؟ ها؟ انت حصان.